الأسلوب المناسب اللي راح يلعب فيه المنتخب الأسترالي أمام منتخبنا الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول شيء رحب الأستاذ حسين يعني في هذا اللقاء. إن شاء الله ما في شك أنه الآن كل الحديث يعني يتمحور في الإعلام وفي الوسط الرياضي عن مباراة الليلة، لأنها مباراة هامة للمنتخبين. وبالنسبة لنا يعني كمنتخب سعودي نبحث عن الانتصار زي ما يبحث عنه المنتخب الأسترالي، وهي يعني منافسة تعتبر، أنا أعتبر المباراة اليوم عن 6 نقاط: إيقاف الفريق المنافس واستمرارية في المنافسة والصدارة. مباراة مهمة صعبة في نفس الوقت بالنسبة للمنتخبين. طبعا المنتخب الأسترالي أكيد حيبحث أول شيء عن تهدئة اللعب في بداية المباراة على أساس يقرأ ما يعني في مخيلة مدرب المنتخب السعودي، خاصة المباراة في ملعبنا أمام جماهيرنا، في كيفية يعني المساندة الجماهيرية. فأول شيء كيف احتواء الاندفاع اللي ممكن يتوقعه بالنسبة للمنتخب السعودي. طيب في هالحالة وش المفترض على مدرب المنتخب السعودي يعني يعمل إذا كان قراءة أنجي مبكرة لما سيقوم به المنتخب السعودي خلال 10 دقائق أو 15 دقيقة الأولى من المباراة؟ والله شوف، هو لو تلاحظ أنت المباراتين اللي سابقة بالنسبة لمدربنا ما كان هناك الاستعجال، وأكبر دليل أنه دائما أهدافنا أو يعني حسم المباراة تكون في الشوط الثاني بالنسبة للمنتخب السعودي. فأيضا مدربنا يتسم بالهدوء ويعني خلينا نقول طولة البال أكثر في 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 مجريات المباراة. فطبعا يلعب أنا متأكد كل المنتخبين حيلعبون بقوتهم في كيفية السيطرة على منطقة الوسط، لأن هي اللي تعطي سيطرة في لمجريات المباراة والوصول لمرمى الفريق المنافس. فشيء طبيعي بالنسبة للمنتخب السعودي في كيفية أول شيء السيطرة من بداية المباراة وتهديد مرمى الفريق الأسترالي، خاصة أنه الفريق الأسترالي فريق يملك التكوين الجسماني ويملك الخبرة خلينا نقول التقيد والانضباط التكتيكي بالنسبة لهم.